قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تكون أو تتحول إلى ظاهرة إلا بسبب من سماهم بحيتان البر الذين لا شغل لهم إلا التنكيل بالشعب والقضاء على كل أمل بحياة كريمة في وطنهم، وفق تعبير قيس سعيد الذي أضاف خلال استقباله رئيسة الحكومة التونسية أن وضع حد لمآسي الهجرة غير النظامية وضحاياها على السواحل التونسية لا يمكن أن يتم إلا بمقاربة شاملة وطنية ودولية في الوقت ذاته على حد وصفه. الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قال إن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لن يتحسن إلا بحل العقد السياسية التي تمر بها البلاد. رأى الطبوبي أن الاستقرار السياسي لا يمكن تحقيقه إلا بالتوازن والرقابة والفصل بين السلطات. ولا الانفراد بالسلطة أي كان مهما كانت قدرته ومهما كانت مساحته، أن البلاد تم نظام جمهوري، تم توازن بين السلطات، لا أحد يملك الحقيقة، كلنا نقترب من الحقيقة. وقد شهدت مدينة جرجيس جنوبي تونس اضرابا عاما احتجاجا على طريقة تعامل السلطات مع كارثة غرق قارب يحمل 18 مهاجرا قبل شهر. تظاهر مئات المواطنين وسط المدينة ونظموا مسيرة احتجاجية بعد تشييع جنازة احد ضحايا الهجرة غير النظامية، رافعين شعارات تطالب بالكشف عن مصير المفقودين. وطالبت منظمات محلية منها الاتحاد المحلي للشغل في جرجيس بعقد مجلس وزاري خاص بالأوضاع في المدينة وفتح تحقيق في ملابسات دفن جثث مهاجرين دون إجراء تحاليل جينية. نشهد عليهم الناس الكل، دمرونا حياتنا كلها فقصاها، درنا الكل قتلوه ولو حوف الشبابين وردموه بالتراكسات وهزوه في الفريقوات وخلونا حالتنا متدمرة. بنتي قاعدة صغيرة، بنتي بيبي مازال ما بروها الناس يجيبوها لنا، يرحم والديكم يجيبوها لنا. هذه السلطات تتعمد إخفاء المعلومات، تتعمد التكتم على جريمة، ونحن الآن لنا معلومات موثقة بالقانون عن طريق المحامين، هناك جريمة تم ارتكابها وتستر عليها، وأبناء اللي مازالوا 10 يعني 10 من 10 من مجموعة 17 مازالوا 7 اليوم قاعد دفن الفقيد الشهيد السابع، هناك 10 مفقودين. ومن جرجيس جنوب تونس ينضم إلينا عبر خدمة سكايب علي كنيس الناشط والباحث في المجتمع المدني. أستاذ علي، قبل أن أبدأ بتوجيه أي سؤال لحضرتك، أنقل تعازينا لك من شاشات العربي لفقدان أفراد في عائلتك في تلك الحادثة المفجعة الحقيقة في جرجيس، فالبقاء لله. سيد علي، ما الوضع الآن في جرجيس وكيف ترى تبرير السلطات التونسية بلوم من وصفهم الرئيس قيس سعيد بحيتان البر؟ نعم، شكرا على الاستضافة. نعزي أنفسنا وعائلات يعني الشهداء، وفي انتظار يعني إيجاد المفقودين العشر. يعني في علاقة بتعامل الدولة مع هذا الملف منذ بداية يعني الإعلان العائلات بتاريخ 24 سبتمبر، يعني بعد 3 أيام من خروج المركب، تأكد فقدان أي تواصل معه. تعامل الدولة منذ البداية كان يقوم على التزييف والمغالطة وإخفاء المعلومات وتقديم معلومات مزيفة، ونحن تأكدنا أن هذه المعلومات تم تقديمها أنها مزيفة عن طريق يعني تفطمنا لعملية دفن مشبوهة وغير قانونية دون فحوص لاديين. خطاب الدولة اليوم في علاقة أن هناك تجار موت، نحن أبناء جرجيس ونعرف أن من يقوم بتسهيل هذه الرحلات هي هذه السلطة، من يتحمل المسؤولية هي الدولة، السلطة الأمنية هذه هي التي تتحمل المسؤولية. يعني أن يخاطب رئيس الدولة للمجهول يعني حيتان بحر يعني أو بهذه التسميات، نقول له لا، نحن نعرف من يقوم يعني بتسهيل هذه الرحلات، هم المسؤولين الذين تحت سلطتكم. يعني أنت ترى سيد علي بأنه هؤلاء التجار، تجار الموت، تجار البشر، لا يمكن أن يقوموا بما يقومون به في جرجيس أو في مناطق أخرى إلا بغطاء من أشخاص بأماكن مسؤولية، هل هذا ما تراه؟
نعم، نحن نعلم أن كل هذه الحالات التي تخرج بتنسيق مع المؤسسات يعني والمسؤولين الأمنيين، وهم على علم في كل السواحل التونسية، وهذا الأمر لا يخفى على مسؤول. أن يتم توجيه هذه التهم في المجهول، لا، نحن نعرف المجرمون. الإجرام يبدأ من الدولة التي تقوم ب يعني ضغط على الناس حتى يهاجروا. هؤلاء الناس كلهم الذين هاجروا حاولوا أن يعيشوا في هذه البلاد، حاولوا أن يشتغلوا، حاولوا أن يجدوا طرق يعني للحياة، لكن هذه الدولة قامت بإصاد كل الأبواب أمامهم ولم تترك لهم إلا البحر. كان اليأس وراءهم وما زال اليأس وراءهم والبحر أمامهم، فالبحر كان هو الإمكانية الوحيدة على مجهوليتها. أجبروا على يعني خوض هذه المغامرة المميتة. طيب أستاذ علي، تقول بأنه توجيه التهم للمجهول هذه نقطة، إن أضفنا إليها النقطة الأخرى التي طرحها الرئيس قيس للتعاطي مع هذا الأمر، قيس سعيد يقول بأنه هذا الأمر لا يمكن إلا أن يعالج إلا عن طريق مقاربة شاملة وطنية ودولية. هل هذه الجملة العمومية يعني تفيد بشيء في هذا الوضع؟ لا تفيد بشيء أبدا، لأن نحن نعلم منذ يعني سنوات ظاهرة الهجرة غير النظامية الحرقة تتمدد وتتواصل وتستمر ولن تنقطع. يعني هذه الدولة تقوم بإمضاء اتفاقيات مع إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، مفادها أن هذه الدولة أصبحت مجرد حارس لحدود أوروبا وتشتغل بالمناولة لدى أوروبا، وحدود أوروبا أصبحت في شواطئها، في شواطئ جرجيس وشواطئ ليبيا وقرقنب وصفاقس، هذه حدود أوروبا. هذه الدولة تقوم بإمضاء اتفاقيات في اتجاهين: الاتجاه الأول أن إيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي يقدم معدات للدولة لحراسة الحدود ومنع الناس من الهجرة، ثم المسألة الثانية تقوم بإمضاء اتفاقيات لتهجير المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا وإيطاليا، ورابعا هذه الدولة تقوم يعني بجعل البلاد مركز إيواء كبير للمهاجرين من جنوب الصحراء. جريس فيها ثلاث مراكز إيواء تقوم بإدارتها المنظمات الدولية. ماذا يقع؟ يقع منع هؤلاء من الوصول إلى يعني أوروبا، أو البحارة يقومون بإنقاذهم عبر مراكبهم، مراكب الصيد الساحلي. نعم، شكرا جزيلا لك من جرجيس جنوب تونس علي كنيس، الناشط والباحث في المجتمع المدني. إذن في جرجيس إضراب عام اليوم الثلاثاء، وأيضا جنازة رمزية لمن خسر حياته في حادثة المركب المذكورة في سياق